عندهم رسالة أدي عددهم اليوم 50 كل عدد من البنات يرفعوا أيديهم عشان نشوفهم أكثر في هناك كمان. يلا يعطيكم ألف عافية. احنا قبل ما نبلش نحكي اكثر بدنا هيك نرتاح احنا وكل الحضور ونريحك اكثر قبل الحكي. بدنا نغني اول شيء. بدنا نغني يلا شو بدنا نغني؟ نبدا من زمان للجديد. يلا شو عملت فيه؟ يلا احنا جاهزين بانتظارك. من يوم شفتك شو تمنيتي تكوني حبيت حياتي خبيكي جوا عيوني تبقي قربي دفي قلبي يا حنوني والعرسات. ركزوا معنا شوي. هلا رح نوزع عليكم ورق. اشهد الله ما شافت مثلك عيني. رح نوزع هلا الاقلام او الماركرز على العرسان اللي رح تحطوا فيهم الخطوط على الفروقات. مرقوا نص دقيقة. طيب نص دقيقة شوف مين رح يحاول يطلع أكبر عدد ممكن من الفروقات بين الرسمتين. من بيدي اللي حبيته من بيدي مشتاقة يغفر. خلونا نشوف العرسان كيف حسوا الأسئلة. كم فرق طلعتوا؟ سبعة. أنت طلعتي سبعة؟ آه. برافو. زقفونا للستات لأنه صبايا فظيعين. ستة أو سبعة بالإذاعة. 30 بالإذاعة. مين جاوبهم كلهم؟ أنا لا صراحة بيناتنا عاد. إذا أنت لحالك مش مهم قولي. لا والله أنا وياك. أنتم يا طب يلا أتمنى لكم التوفيق. مرحبا، أنا فايز مطر وبعرفكم كمان على خطيبتي زينة ظاهر. إحنا اليوم إجينا هون على التاج مول عشان مشاركين، إحنا خاطبين ومشاركين بعرس بونانزا مع مزاج اف ام. جمعنا 60 درجة وبس مبسوطين كتير. إن شاء الله نربح. وإن شاء الله أكيد نربح. مرحبا، أنا ياسر غزالة. وأنا دينا دحبور. إحنا قلنا خاطبين تقريبا 6 أشهر ومشاركين هلأ في مسابقة عرس بونانزا ويا رب نفوز.